افتتح سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان معرض التوظيف السادس قدرات البوليتكنيك، والذي تنظمه كلية البحرين التقنية البوليتكنيك للسنة السادسة على التوالي، حيث يتولى المعرض جمع أرباب العمل مع الطلبة المقبلين على التخرج حتى يقدموا أنفسهم في هذا المعرض ليفوزوا بالوظيفة في إحدى الشركات المشاركة. قدرات البوليتكنيك معرض سنوي يقام للسنة السادسة على التوالي تمهيدا لإدماج المقبلين على التخرج في سوق العمل من خلال مساعدتهم في الحصول على وظيفة في إحدى الشركات المشاركة في المعرض بما يتلائم مع مؤهلهم الدراسي. دي احنا نسميها قدرات بوليتكنيك، وفكرتها قائمة على خريجين بوليتكنيك يقومون بعرض مهاراتهم وقدراتهم أمام أصحاب العمل. كل شخص منهم يطلع على الستيج لمدة دقيقتين يحاول يقنع الامبلوير بأنه أفضل شخص ممكن توظيفه في الشركة. طبعا هذه الفعالية تعطي اللي هو أصحاب العمل واقع أو دليل ملموس على مهارات خريجين بوليتكنيك وتعزز من له فرصهم الوظيفية. الكوادر البحرينية المتعلمة، وطبعا الفعالية بنفسها كفكرة ممتازة وفكرة يعني مميزة، بحيث أن كل باحث عن عمل يتكلم عن نفسه يقدم نفسه ويبيع فكرته ومهاراته، والشركات موجودة وتقدر تقيم وتسوي مقابلة وبحيث تؤدي إلى توظيفه. طلبة متحمسون يرسمون مستقبلهم بخطى واثقة ويبحثون عن الفرصة التي تحقق لهم حلمهم، فيقومون خلال دقيقتين بعرض أنفسهم وما يمتلكونه من أفكار خلاقة ومتقدمة على ممثلي الشركات لكي يحصلوا على عقد عمل فوري في إحدى الشركات المشاركة في هذا المعرض. على الستيج شرحنا ليش الموظفين المفروض يختارونا، وهاي الفعالية وايد ساعدتنا ان احنا نقدر نطمح ونقدر نوصل حق الشركات اللي حابين نتوظف فيها، والشركات اللي وفرتها لنا اللي حابين يوظفونا موجودين هني ونقدر نتواصل وياهم بشكل سهل. عن شو الفعالية، شلون تخلق فرق من بين باقي فعاليات التوظيف او طرق التوظيف لما يجون اصحاب الاعمال و الشركات يعني حق بصفة ان يوظفون طلاب او متخرجين طلاب قريب من تخرج، هاي راح ينفعهم ان يحصلون طلاب بصورة سريعة، يحصلون طلاب بصورة سريعة لان بيكونون وايد طلاب هنا متواجدين فيوفر عليهم وقت. منافسة شريفة شجعت الطلبة على اخراج افضل ما لديهم من قدرات وتطبيقها على ارض الواقع بعد حصولهم على تلك الوظائف. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.